هيدا التدريب مهم كتير لحتى تبني شخصية الطالب لحتى إذا بس يتخرج يقدر يفوت على المجتمع هو جاهز ومستعد لبناء مجتمعه وليمارس مهنته بشكل أقوى وبشكل أفضل. هاي الدورة جمعت أشخاص هن طلاب عاديين جابتهم وجمعتهم عملت منهم فريق ناجح فريق قيادي فينا نسميه ممكن هو يكون مؤثر بالمجتمع فنحن عن جد من وراء هاي الدورة نحن صرنا قياديين مؤثرين وفينا نقدر نغير بهذا المجتمع. حدا عنده أي سؤال؟ هدفنا نعرفهم عن القيادة المدنية. أول شيء قبل القيادة المدنية لازم نكسر الحواجز بيننا وبينهم يعني نكسر الجليد بمعنى. نعرفهم عن القيادة المدنية، من هو القائد المدني أو القادة الملهمون. من بعدها منروح على شق التواصل، كيف فينا نكون عندنا مهارة التواصل بيننا وبين أي شخص، لأنه بالنهاية هن بآخر فيز بده يكون عندهم مشاريع ممكن يقترحوها لسبارك وسبارك تعطيهم هاي المنحة. بالنسبة لنا نحن هلا بهذا العمر يعني بحاجة لحدا يكون حدنا يوعينا وين لازم نشتغل على شو لازم نشتغل وما نتخلى عن هذه الصفات اللي يمكن عندنا شوي منها تعلمنا شو هي الصفات اللي لازم تكون بالقائد المدني وشو هي الأشياء اللي عندنا إياها ولازم نطورها لنعمل أكثر. هلا هذا الشيء مهم بالنسبة لإلي ولغيري لأنه بيساعد على تطوير الذات وبشوف قديش الواحد في فرص متاحة وقدران يشتغلها ممكن تكون مش خاطرة على باله وقديش هي بسيطة إنه تتطبق بس إنه يبادر ويحط الخطوة الأولى فيها. أو أهم صفة ساعدتنا فيها هي الواحد يأمن بحاله ويكون عنده ثقة بنفسه أنه حتى لو في الموارد قليلة كتير بس نحن بنحسن نشتغل شيء حتى لو شيء قليل بس المهم أنه الفكرة أنه نحن نعمل شيء ما نضل واقف ما نقول أنه ما في موارد فإذا ما لازم نشتغل. مش بس التلميذ رح يكون عم ياخد منحة أو عم نهتم بشؤونه حيكون في بارت هو إنه to give back للكوميونيتي عم نحاول نورجيهم إنه لا في تحديات كبيرة بس كمان أنتوا إلكم دور لأنه عايشين هناك وبالتالي قادرين تساعدوا لأنه عم ياخدوا مهارات بهالبروجرام وأنا أكيد حيعملوا كتير أشياء حلوة.